اهلا بيكم. باين علينا عندنا كسر جديد لرقم قياسي حوالين ابعد واقدم مجرة في الكون. طبعا البعض هيقول ان ده بيهدد بشكل كبير نظرية الانفجار العظيم والنماذج الكونية المعروفة، لكنه لحد الان لا ينتهك ذلك، وحنعرف ده بعد شوية. ما اكتشفش تلسكوب جيمس ويب مجرة واحدة، بل اكتشف اقدم مجرتين على الاطلاق بعد وقت قصير من لحظة الانفجار العظيم. 3 رسائل بحثية لفريق دولي كبير كشف عن تحطيم الرقم القياسي لأقدم مجرة في الكون. اضغط اللايك الجميل وتابع معانا الكشف العجيب والفريد من نوعه. المجرة الأبعد اللي اكتشفها جيمس ويب، جاتس جي اس زد 14-0، على بعد 290 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، موجودة قبل 100 مليون سنة من أقدم مجرة تم اكتشافها الشهور اللي فاتت. جيمس ويب بيكسر الأرقام القياسية مش للتلسكوبات التانية بس، لا ده بيكسر كمان الأرقام القياسية لنفسه، بينافس نفسه يعني. المجرة التانية الأبعد اللي تم اكتشافها هي أختها برضو تحمل نفس الرقم، جادس جي اس زاد 14-1 بدل 0، وبكده تحتل المرتبة الثانية في أبعد المجرات في الكون. بتنضم المجرتين دول لمجموعة متزايدة من المجرات القديمة جدا في الكون المبكر. تم الكشف على المجرتين دول في منطقة قريبة من حقل هابل فائق العمق من قبل فريق جاتس، وهو اختصار للاسم اللي هيظهر قدامك دلوقتي، وهو مشروع جيمس ويب الفريد لمسح الكون المبكر والبحث عن أصول المجرات القديمة. ستيفانو كرينياني، عالم الفلك الإيطالي وعضو الفريق الدولي المسؤول عن الكشف الجديد للمجرتين، بيقول إن المصدر الخاص بالمجرتين كان ساطع جدا وغير متوقع لمجرة بتبعد عننا أكتر من 13.5 مليار سنة، وكانت المجرتين في البداية كأنهم مجرة واحدة. طبعا الفريق الدولي أجرى ملاحظات تأكيدية إضافية في يناير الماضي لسلسلة من المجرات البعيدة اللي كانت من ضمنهم المجرتين بتوع حلقتنا النهاردة. تم استخدام أداة نيركام، بعدين تم عمل رصد تاني بمطياف جيمس ويب المذهل نيرسبيك اللي بتحلل طيف الضوء علشان تحدد خصائصه الفيزيائية والكيميائية بشكل فعال. أدى ده في النهاية لتأكيد مسافة المجرتين وزمانهم في الماضي المبكر، لدرجة أننا لو حسبنا أن عمر الكون ماتش كورة مدته ساعتين، فالمجرتين دول ظهروا في الدقيقة الأولى من المباراة. في الصورة اللي حضرتك شايفها قدامك دي بتمثل منظر ميداني عميق للكون، صورة مليئة بالمجرات والأغلبها مجرات حلزونية زي مجرتنا درب التبانة. طبعا النقاط المضيئة سداسية الشعاع اللي حضرتك شايفها دي عبارة عن نجوم أمامية في مجرتنا. النقطة الصغيرة الحمراء اللي تم تكبيرها على يمين الصورة هي مجرتنا القديمة اللي حطمت الرقم القياسي، أقدم مجرة مكتشفة في الكون المبكر. بمرآة عملاقة طولها أكتر من 21 قدم، أكبر بمرتين ونص من مرآة تلسكوب هابل، كل ده بيتيح لجيمس ويب جمع أكبر كمية من الضوء الخافت. وعلى عكس تلسكوب هابل اللي بيرصد في نطاق الضوء المرئي، تلسكوب جيمس ويب بيرى في ضوء الأشعة تحت الحمراء، زي ما حضرتك شايف في الصورة دي اللي بتوضح الفرق ما بين الرؤية بالضوء المرئي والرؤية بالأشعة تحت الحمراء. فالأشعة تحت الحمراء بتدينا أطوال موجية أطول من الضوء العادي، لأن موجات الضوء في هذا النطاق بتنزلق وتخترق بكفاءة أكبر السحب الكونية من الغاز والغبار، وبالتالي الرؤية عند تلسكوب جيمس ويب تفوق بمراحل رؤية تلسكوب هابل العملاق. الضوء من المجرات البعيدة دي بيسافر مليارات السنين الضوئية، واللي ممكن يتحول لضوء باهت منخفض الطاقة طويل الموجة. كمان مع توسع النسيج الكوني بيتمدد أكتر وأكتر الضوء ده، بالتالي بتظهر المجرات البعيدة دي منزاحة للضوء الأحمر فيما يعرف بالانزياح الأحمر ريدشيفت. ممكن من خلال استخدام الانزياح الأحمر اللي بيشار لي بالرمز زد نقدر نقيس المسافات بين الأجرام السماوية البعيدة، ومن خلال سرعة الضوء المعروفة بنقدر نقيس المسافة والزمن اللي بنرصد فيه المجرات دي. وكل ما رصدنا مجرة ليها انزياح أحمر عالي، كل ده لما بيساعدنا للسفر في الماضي البعيد، بالتالي رصد مجرات ذات انزياح احمر عالي
بيخلينا نشوف المجرات دي في أزمة مبكرة جدا، ونقدر من خلال ده نعرف ازاي اتشكلت المجرات وازاي بتتطور مع مرور الزمن. استخدم الفريق الدولي أداة نيرسبك مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة لتلسكوب جيمس ويب، ومن خلال ده قدروا يحددوا عمر المجرة البعيدة، لأن المطياف ده بيعمل كمقياس للطيف زي المنشور اللي بيفصل لينا الضوء لأطوال موجية كتيرة أو ألوان متعددة، وبنقدر من خلال تحليل الطيف ده بنعرف ان الخصائص الفيزيائية للجسم البعيد. وبكده العلماء بيعرفوا يحددوا عمر الضوء اللي تم تحليله وبعده عننا. لكن الشيء الغريب اللي وجدوا العلماء في المجرة البعيدة مش بس انها اقدم مجرة، انما شيء اخر اذهل الفرق البحثية الثلاثة المشاركة في المشروع. المجرة جيتس جي اس زد 14-0، مجرة عرضها 1600 سنة ضوئية، مجرة كبيرة نسبيا في الكون المبكر. ازاي مجرة بالحجم ده تكون موجودة في الزمن المبكر ده مع انها ما تجيش حاجة في ضخامة مجرتنا مجرة درب التبانة في العصر الكوني الحديث؟ وطبعا ده شيء طبيعي، ياريت بقى تكتب لنا في التعليقات ليه ده طبيعي اننا نلاقي المجرات الحديثة كبيرة الحجم مقارنة بمجرات الفجر الكوني البعيد. حجم المجرة ده يثبت ان معظم الضوء اللي جاي لينا منها بينشأ من نجوم شابة، ومفيش اي دليل رصدي على وجود ثقب اسود ممكن يجمع حواليه المادة ويشكل بالكويزار بتاعه سطوع عالي، وده طبعا الحجم الصغير نسبيا للمجرة. فسطوع الشديد للمجرة ولا معاني الواضح المدعوم من النجوم الشابة الجديدة بيقول لنا يا جماعة المجرة دي مجرة ذات تكوين سريع جدا للنجوم، وده دليل على تكوين سريع ومكثف للمجرات في الكون المبكر. المفاجأة الكبيرة بقى هو اكتشاف توقيعات للأكسجين في المجرة اللي المفروض انها بتتشكل فقط من الهيدروجين والهيليوم، وده بيشير الى ان المجرة دي قديمة جدا، ان اجيال من النجوم عاشت وماتت وانفجرت وشكلت في موتها عناصر اتقل زي الاكسجين، وده بيخالف كتير من معتقداتنا حوالين تشكل وتطور المجرات في الكون المبكر، مخالف لجميع عمليات المحاكاه اللي تمت في الدراسات السابقه للمجرات البعيده في الكون قبل زمن تلسكوب جيمس ويب. الفريق الدولي قال في بياناته اللي ادلى بيها لكتير من الصحف ووسائل الاعلام العالميه، وهتلاقي مصادر ده في صندوق الوصف، قال اننا مش لاقيين اي نظائر او مجرات شبيهه بالمجرتين اللي تم رصدهم في ابعد نقطه في الكون المبكر وليهم انزياح احمر عالي زيهم. الفريق عمل حمله مراقبه للمجره في يناير الماضي استمرت 75 ساعه متواصله، ادت في النهايه للابحاث الثلاثه اللي بنتكلم عنها النهارده واللي صدرت من ايام قليله. رانت روبرتسون أستاذ علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة أريزونا قال إنهم كانوا يقدروا يرصدوا المجرة دي حتى لو كانت أكثر خفوتاً 10 مرات من رصدها الحالي، بالتالي في إمكانية واعدة جداً في رصد مجرات أبعد وأقدم من مجرتنا النهاردة، وإن احتمالية كسر جيمس ويب للأرقام القياسية في أبعد المجرات في الكون مؤكدة طبقاً للتصريح ده. الفريق قاس الضوء اللي جاي من المجرة واعتبروا ان كتلة المجرة تقريبا عدة مئات من الملايين ضعف كتلة شمسنا، وده بيشير لسؤال مهم، ازاي المجرة دي موجودة بالكتلة الضخمة والحجم الكبير ده في الزمن المبكر؟ وفي جانب اخر وفريق دولي تاني ولأول مرة اكتشف العلماء في بيانات جيمس ويب الأخيرة في الفجر الكوني ثلاثة من أقدم المجرات في مرحلة الميلاد. اتنشرت الدراسة الجديدة في مجلة ساينس يوم الخميس 23 مايو 2024، وأعلن الباحثين أنهم عثروا على المجرات دي تنبت من سحابة كونية بدائية عملاقة من غاز الهيدروجين والهيليوم بعد 400 إلى 600 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم. الاكتشاف ده بيفتح علينا شباك كبير في معرفة غموض المرحلة الكونية المعروفة بعصر التأين، وده الوقت اللي نشأت وتولدت فيه النجوم والمجرات البدائية من خلال اختراق السحب الكثيفة من الغاز، وبالتالي تحول الكون من مرحلة الإظلام لمرحلة الإنارة. الفريق الدولي قال في بيان صحفي على لسان كاسبر هاينتز أستاذ علم الفيزياء الفلكية المساعد في مركز الفجر الكوني بمعهد نيلز بور في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك
إن دي أول صور مباشرة تم رؤيتها على الإطلاق لتكوين المجرات. جيمس ويب أظهر لنا قبل كده كتير من الصور حوالين المجرات البدائية، لكنها كانت في مراحل لاحقة من التطور وليس في مرحلة الولادة. دلوقتي يا جماعة احنا بنشوف عملية الولادة نفسها. في الدراسة الخاصة برصد ميلاد المجرات في الكون المبكر لايف كده، الفريق البحثي درس 12 مجرة معروفة لينا قبل كده، بيعتقد انهم في الفترة اللي ما قبل 600 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم. الفريق بحث ودور عن المجرات اللي تم امتصاص الاشعاع فيها من خلال السحب الكثيفة لغاز الهيدروجين المحايد كهربيا. الهيدروجين المحايد ده الحاجب الكون العظيم، سحابة كثيفة من الغاز والغبار عاملة عتمة في الكون وما فيش اي انارة. الامتصاص اللي قاسوه العلماء دول بيشير الى ان سحب الغاز دي كانت بتشتغل بنشاط كبير في جمع ونسج هذا الغبار الكوني من اجل تكوين نجوم جديدة. ومن خلال قياس الطيف باداة مطياف جيمس ويب، وجد الفريق دليل على ان الضوء الصادر من 3 مجرات قديمة من ال 12 اللي اترصدوا تم امتصاصه بواسطة كميات كبيرة من غاز الهيدروجين المحايد، فيما يعرف بتحول ليمان، ليمان الفا ترانزيشن. ومن خلال قياس الضوء قدر الباحثين انهم يميزوا بين الغاز اللي جاي من مجرات متكونة حديثا عن الغازات التانية. وعلشان ابسط لك الامر اكتر، يعني الكون بتاعنا دوت بيعتقد انه نشأ من نقطة صغيرة حصل فيها انفجار عظيم. طبعا مش انفجار بالمعنى اللي احنا ممكن نقوله لفظة الانفجار. ومن حوالي 13.8 مليار سنة بدأت النقطة الصغيرة دي في التوسع بسرعة كبيرة، وده ادى لتمدد الفضاء والنسيج الكوني. ومع التوسع الكوني ده بردت سحب الغاز والغبار وسمحت لجزيئات زي البروتونات والنيوترونات انها تتشكل. وبعد حوالي 380 الف سنة من لحظة الانفجار العظيم برد الكون شوية علشان يشكل كمان الذرات اللي كانت في الاغلب ذرات عنصر الهيدروجين. ومن بعد كده فضل الكون لمئات الملايين من السنين مظلم، عبارة عن غاز وغبار معتم هائل الحجم من غاز الهيدروجين، في وقت ما تشكلش فيه اي نجوم او مجرات، على عكس ايامنا دي السماء شفافة وبتتناثر فيها النجوم بالليل ونقدر نشوفها، لغاية ما الجاذبية استطاعت التغلب على قوة توسع الكون شوية وبدأت بتجميع الغاز والغبار لتكوين اولى النجوم في الفجر الكوني. التكوين المبكر للنجوم في المرحلة دي كان حاسم جدا في اخراج الكون من عصور الظلام الى عصر اعادة التأين وانارة الكون. ولما ظهرت النجوم والمجرات الاولى من السحب الغازية الكثيفة للكون المبكر، الاشعاع النجمي بتاعها ادى الى تأين الغاز، اخترقت الطاقة واشعاع بعض المجرات الاولى سحب غاز الهيدروجين، وده حول الفضاء المحيط في عملية بطيئة من حالة السحب الكثيفة السميكة المحتمة الى فضاء واضح وشفاف بيمر من خلاله ضوء النجوم اللي بنشوفها دلوقتي. وقبل المرحلة دي مفيش ضوء نقدر نشوفه بسبب وجود الحاجب الكون العظيم ده. قال الفريق البحثي الخاص بالدراسة ان حقيقة اننا نرصد خزانات كبيرة من الغاز الكوني بيشير الى ان المجرات دي ما زالت في مرحلة الولادة وانها لسه في دور تكوين معظم نجومها. لو بصينا للنقطة الصغيرة اللي رصد فيها تلسكوب جيمس ويب أقدم مجرة في الكون، المجرة جاتس زاد 14، واللي رصد فيها فريق دولي تاني مظهر ولادة المجرات في الكون المبكر، هتلاقي إن الاكتشاف ده خطير جدا ومهم جدا. نقطة صغيرة في السماء اترصدت اكتشفنا فيها كل ده. تخيل لو عندنا زي تلسكوب جيمس ويب 10 تلسكوبات بكفاءته، كان ممكن نكتشف قد إيه من بيانات تقول لنا قصص عجيبة في بدايات الكون. فريق مركز الفجر الكوني في الدنمارك اللي بيعاونوا فرق دولية تانية هياخد وقت تاني من الرصد في تلسكوب جيمس ويب خلال الشهور الأخيرة من سنة 2024، على أمل أنهم يتوسعوا في نتائجهم عن المجرات الثلاثة الوليدة ويرسموا خرائط وملاحظات جديدة للمجرات في هذه المنطقة العجيبة من سماء الليل. ونحن على انتظار. طبعا انا كده خلصت الجانب العلمي من هذه الحلقة، بس حابب بس اختم الحلقة كده بمناقشة موضوع مهم والرد على تعليق مستفز وحالة مرضية كبيرة وخطيرة بتصيب مجتمعاتنا. احد الاسئلة الاساسية اللي بيطرحها الانسان منذ خلقه على هذه البسيطة، من اين اتينا
وكيف تمت عملية الخلق. وفي الوقت اللي بنرصد ولأول مرة في التاريخ البشري ولادة مجرات من سحب الغاز الكثيفة في الكون المبكر، فده بيدلنا على عظيم صنع الخالق عز وجل اللي أمرنا أمر مباشر بالبحث والنظر حوالينا في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم يأتي أناس يحاولون أن يختطفوا الدين بأفهامهم القاصرة وعقولهم المتحجرة وبيناتهم الواهية، بل والأزيد أنهم بيكفروا من يبحث في ذلك، زي الأخ صاحب التعليق المحرض على العنف والتكفير وكأن داعش وإرهابها ما زال بيننا. هؤلاء هم أعداء الدين وأعداء الأمة ومربط التخلف الكبير اللي بنعيش فيه علميا وتقنيا وثقافيا. ما عنديش مشكلة مثلا في أنك تشكك في صعود الأمريكان للقمر، ده رأيك أنت حتى لو اختلفت معك فيه. كمان ما عنديش مشكلة كبيرة وضخمة مع أصحاب نظرية الأرض المسطحة اللي منهم المؤمنين ومنهم برضو بعض الملحدين، ما عنديش مشكلة معهم إلا في الطرح اللي بيؤدي لتكفير الناس، وإن عدم إيمانك بالأرض المسطحة بيترتب عليه عدم إيمانك بالقرآن وبكلام الله. ليه الربط الكامل بين الإيمان بالله والتصديق بالأرض المسطحة؟ دي مشكلة ضخمة جدا. أنتوا بالنسبة لكم كده بقية الناس اللي مش مؤمنة بالأرض المسطحة خارجين من الملة، مخالفين لكلام الله. دول ملايين المسلمين اللي منتشرين، ما ينفعش تكفروهم وتخرجوهم من الملة. لو كل واحد احترم فكر التاني حتى لو اختلف معاه هتنتهي مشاكل أمتنا كلها. قبول الآخر هو الشيء اللي هيخلينا نتعايش مع الآخر، نساعد بعضنا في المتفق عليه ونعذر بعضنا في كل شيء نختلف عليه. أما تكفير ملايين الناس علشان مقتنعة بكروية الأرض وإدخال الموضوع ده أساساً في عملية البراء والولاء والكفر والإيمان، شيء ضخم وهائل وخطير وأزمة كبيرة تنتظر أمتنا عوضاً عن الأزمات اللي احنا عايشينها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً إلى ما فيه صواب وخير العمل، وأن يعين شباب العالم العربي والإسلامي ليكون شعلة للنهوض بأوطاننا وبلادنا العربية والإسلامية، وأن يخفف عن أهلنا في فلسطين ويفرج كربهم ويشفي مريضهم ويداوي جريحهم، وعن جميع المستضعفين في كل مكان. شكراً لحضراتكم على حسن الاستماع، وعلى وعد باللقاء في حلقة جديدة من إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام الله عليكم.